96 94 95 درست المسرح في مصر قبلها في سوريا, ورجعت للسعودية 95 96 وانطلقت في عالم المسرح. طبعا المسرح كان اجتهادات من عباقرة للأمانة, يعني كان مروا بمرحلة لا يوجد فيها أي شيء, يعني أي دعم لهم أو أي مساندة أو أي شيء, وخاضوا المسرح في فترة من قبلي أنا طبعا بعشرات السنين, ولكن أنا واكبت المرحلة بعد 2000, يعني من 2000 حتى 2014-13 مع الرؤية اللي جاءت كالنور يعني, ووضعت لنا محدداتنا وعطتنا مكانتنا وأصبحنا ننطلق في هذا العالم, عالم المسرح, عالم الثقافة. أنا رجل في الأول وفي الأخير لا أحب أن أعرف نفسي غير ممثل, لأنه أنا رجل عاشق التمثيل, فأنا ممثل درامي قبل أي شيء, والمسرح قبلهم كلهم. انطلقت اللهم لك الحمد, حققت أشياء كثيرة سواء في مهرجانات دولية أو محلية أو داخلية. أشرفت على المسرح الجامعي 20 عام في جامعة الملك فهد البترول المعادن, تخرج من هذا المسرح جيل جميل وشباب جيدين الآن لهم مكانتهم, الفضل لله ثم لهم, هم الذين درسوا احنا وجهنا, والفضل لله ثم لمن وجهنا الله يرحمه محمد العثيم, بكر الشدي, ناصر القصبي, عبد الله السدحان اللي احتضنونا في بداية المرحلة. الآن احنا في مرحلة أخرى, يعني السعودية